والنهارده طبعا الاستاذ جمال هلال كان عنده مقاله صحفيه اتكلم فيها في المقاله دي عن محمد صلاح وعن قد ايه محمد صلاح رمز كبير وفخر العرب والمصريين كلها، وقد ايه محمد صلاح بيدي دروس لاتحاد الكره عشان الاحترافيه يتعلموها منه. وادي المقاله قدامكم دلوقتي، صلاح في القمه والجبليه تحت الارض. مساء الخير عليك يا استاذ جمال. مساء الخير، ازي حضرتك؟ منورنا. الله يخليك ويبارك فيكي. معانا كمان استاذ تامر عبد الوهاب الناقد الرياضي في الاخبار، معانا منورنا كمان في الاستوديو. اهلا وسهلا استاذ سمير. استاذ جمال ازي حضرتك يا ريس؟ الله يكرمك يا رب، ربنا يخليك. طيب استاذ جمال، عايزين نتكلم مع حضرتك عن مقالتك النهارده اللي بتخص محمد صلاح واتحاد الكوره. شفت الازمه بتاعت محمد صلاح واتحاد الكوره دي انتهت ولا لسه هي في طريقها ان هي تنتهي؟ وكمان بدايه الازمه دي كنت شايفها ازاي؟ هي القضية مش إن المشكلة انتهت أو يعني تدخلت بعض الأطراف، يعني الوزير اتدخل عشان يخلص الموضوع وكان مجتمع مع صلاح ومجتمع مع هنا بوريدة عشان يلم الموضوع، ولكن المشكلة هي في تكرار الأزمة من أول وجديد، لأن الأزمة دي حدثت قبل كده أيام. صحيح. السيارة وضع صورة محمد صلاح عليها. حقيقي. وبعدين اتكررت دلوقتي تاني في كأس العالم بالمشاكل اللي كانت موجودة. أنا شايف إن محمد صلاح فعلا إدى اتحاد الكورة درس، وإدى الأندية المصرية درس في فن الاحتراف الحقيقي. صحيح. لأن الاحتراف مش إن اللاعب يبقى بيلعب في النادي وخلاص، لا، ده في مسؤوليات على النادي، مسؤوليات على جهاز المنتخب، مسؤوليات على اتحاد الكورة، علشان اللاعب ده المفروض ان احنا نوفر له كل سبل الراحة اللي تخليه يقدر يطلع كل الامكانيات بتاعته داخل الملعب. صحيح. صلاح الحقيقة اداهم درس حقيقي في الطلبات اللي هو طلبها، وكل مصر دلوقتي بتقول ان محمد صلاح كان على حق بدليل ان اتحاد الكرة نفذ له كل الطلبات بتاعته. هو الطلبات مش لصلاح، الطلبات هي في نظام الاحتراف الحقيقي. صحيح. وهو ان اللاعب يبقى متوفر ليه الراحة في المعسكر بتاعه، الهدوء في المعسكر بتاعه، الملعب يبقى كويس، اللي يبقى اللاعب حاسس ان هو في امان كامل، سواء كان في الفندق ولا في الملعب ولا في المعسكر ولا في اي مكان. صحيح. صحيح. عشان يقدر يطلع كل امكانياته اللي احنا عايزين نشوفه عليه. فاعتقد ان صلاح كان على حق تماما، وفعلا صلاح ادى اتحاد الكوره وادى الانديه كلها سيستم هو عاشوا فيه مع الفرق الاوروبيه اللي لعب معاها، سيستم في المعسكرات بتاعتها علشان يبقى ده متوفر في المعسكرات بتاعتنا. وكان كاس العالم الاخير درس، اعتقد ان كانت الفضايح اللي حصلت في المعسكر بتاعه منتخب مصر وكانت سبب رئيسي في حالة التسيب اللي كانت موجودة في المعسكر، ده أثر على اللاعبة وأثر على المنتخب كله، وكان أداؤه باين في البطولة إن هو مفيش نظام ماشي عليه المنتخب. فيعني أتمنى إن الدرس ده يبقى مش بس دلوقتي عشان صلاح موجود، لا، مستقبلا كمان في كل المعسكرات يبقى فيها نظام معين وفيها سيستم معين، نظام محترفين بحق وحقيقة. صحيح. شكرا ليك استاذ جمال هليل الكاتب الصحفي الكبير، نورتنا في